هندخل في اخبار النادي وهنتكلم عن النجم حسين الشحات. كابتن حسين الشحات النهارده بدا اول يوم في برنامجه التاهيلي، بنقوله الحمد لله على السلامه كابتن يا نجم، وان شاء الله ترجع افضل من الاول. حسين الشحات كان غايب في الفتره اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين بسبب عمليه الفتاء، امبارح عمل مسحه في بيته علشان كورونا، وبعد المسحه خاض اول مران تاهيلي ده كان النهارده، بيواصل البرنامج ده خلال الفتره اللي جايه قبل ما يدخل المران الجماعي مع بقيه الفريق استعدادا لخوض مباريات دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. وزي ما احنا برضو عارفين انه فايلر يعني بيعول على الشحات، بيعول عليه وفي امال كبيره جدا على الشحات، فبيحاول النهارده انه يتم تجهيزه بشكل سريع جدا علشان يخوض مباراه الوداد تحديدا. ان شاء الله حسين الشحات طبعا من اللعيبه المهمين جدا في النادي الاهلي، بدا برنامج التاهيل النهارده وده خبر يسعدنا كلنا، وان شاء الله يكمل البرنامج التاهيلي ويقف على رجله بلغه الكوره ويكون واحد من اصحاب ان شاء الله باذن الله اصحاب البصمه في صفوف النادي الاهلي قبل المواجهات دوري الابطال.